مرض الاي بي واحد من اخطر الامراض اللي سببت مشاكل كبيره جدا لصناعه الدواجن، والهيئه العامه للخدمات البيطريه مره توافق على استيراد اللقاح من الخارج و100 مره ترفض، والعند غريب جدا في التعامل مع المرض ده. النهارده هنقدم لكم واحد من الحلول الكبيره جدا اللي ممكن تنقذ صناعه الدواجن. خليكم معانا عشان نشوف واحد من احدث اللقاحات اللي دخلت مصر لمكافحه مرض الاي بي. لما بيجتمع رجال صناعة الدواجن تسمع العجب، مربين فلسوا وأوبئة وأمراض وفيروسات بتطارد المزارع وبتقفلها، وأعلاف نار وفرخة أسعارها ولعت، وكلام كتير عن خطوات إنقاذ الصناعة لكن مفيش حاجة بتتنفذ. تخيلوا الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة أصدر من ساعات قرار بيقول إن أنشطة صناعات الدواجن والماشية والأسماك تعامل معاملة النشاط الزراعي. أمال هي كانت إيه؟ أهو الراجل بيحاول يفهم اللي ما بيفهمش. الاجتماع اللي هنتكلم عنه وسمعنا فيه الكلام ده نظمته شركة سيفا العالمية للإعلان عن إطلاق لقاحها الجديد سيفاك آيبر، اللي بيكافح بقوة مرض الآي بي الخطير على صناعة الدواجن، وهو مرض لالتهاب الشعب الهوائي اللي بيصيب الجهاز التنفسي للدواجن وبيساهم في نفوقها، وبقاله 3 سنين شغال الله ينور، بيقش في الفراخ ويقفل المزارع. وطبعا ده من ساعة ما الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حظرت استيراد لقاحات مكافحة المرض من الخارج خوفا من توطنه. لكن هو اصلا في مرض بيجي مصر للدواجن او للثروة الحيوانية وما بيتوطنش؟ المهم وزارة الزراعة سمحت اخيرا باستيراد لقاحات الاي بي ووصلت. دلوقتي هيكلمنا الدكتور محمد عابد المدير الإقليمي لشركة سيفا في مصر وشمال وجنوب السودان عن أوجاع صناعة الدواجن. ركزوا معايا. دكتور محمد عابد، حضرتك منذ أن عرفتك من سنوات طويلة جدا وأعرف أن أنت مهموم جدا بصناعة الدواجن في مصر. أنا ممكن سؤالنا الأول يبقى عن آي بيرد، بس أنا السؤال الأهم منه كمان، أنت راضي عن حال صناعة الدواجن في مصر حاليا؟ الأول اسمح لي يا أستاذ محمد أرحب بيك وأرحب بكل فريق البرنامج النهاردة، وهنيك على البرنامج المحترم بتاعك اللي نقل الثروة الحيوانية والثروة الزراعية في مصر لنقلة مختلفة. أعتقد إنها هتشجع ناس كتير جدا إنها تعيد النظر تاني في الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في مصر بطريقة أفضل وطريقة حديثة، وإحنا معاهم لنقوم جدعانة يا دكتور. بالظبط كده. فاللي عايز أقوله طبعا صناعة الدواجن في مصر في الفترة الأخيرة دي لو نتكلم فيه يعني بعد انفلونزا الطيور تحديدا، الصناعه طبعا بتمر بمراحل صعبه جدا جدا جدا. لو جينا اتكلمنا كمان ان بدات البلد يعني تحط رجليها على الطريق يعني تتخلص شويه او شبه تعمل كنترول على مرض انفلونزا الطيور الخطير، لان طبعا انت عارف ان احنا ممنوعين من التصدير. صحيح. اول مشكله في الصناعه ان انت النهارده زمان حضرتك كنت بتاخد الصناعه دي بتصدر لاسواق زي اسواق الخليج وزي اسواق الليبيه مثلا وزي العراق وزي السودان وزي النهارده حضرتك ما بتصدرش خالص من 2006، ما فيش تصدير لا كتاكيت ولا بيض ولا لحوم دواجن. بعد تعويم العمله المصريه طبعا اصبح الانتاج بالعمله المحليه مضروب في 2 أو 2.5 تقريبا. يعني النهارده الفرخه الكيلو الحي اللي كان بيكلفني 12 جنيه في شهر 6 او 7 اللي فات النهارده بيكلفني 24 جنيه على باب المزرعه حي. ده بكلم حي. فطبعا الصناعه يعني بتمر بمرحله صعبه جدا، ولكن انا مستبشر خير دايما. ليه؟ لان صناعه الدواجن هي من الصناعات الاستراتيجيه للبلد. بتكلم على امن غذائي، امن غذائي بتكلم على سواء كان مصدر غذائي من اصل نباتي او مصدر بروتين حيواني. وخلينا نتكلم بمصداقيه النهارده، ما زالت سعر الفراخ او الدواجن البيضه لا تقارن باسعار اللحوم الحمراء. صناعه الدواجن عشان نتكلم على صناعه حقيقيه في الفتره ديت محتاجين اعتقد
تكاتف القطاع الخاص مع القطاع الحكومي مع المنظمات المصرية والمنظمات العالمية. لازم كله يشتغل مع بعض على أساس نقدر ننهض بهذا الصناعة. نتجه للظهير الصحراوي، نعمل مزارع كبيرة، نشجع المستثمرين ان يجوا النهاردة ينتجوا دواجن في مصر للسوق المصري من أسواق الوعادة. أكبر استهلاك، أكبر بلد تعداد سكاني في منطقة الشرق الأوسط هي في مصر، أكبر سوق مستهلك تقريبا السوق المصري. ورغم ذلك لو جيت بصيت في استهلاك الفرد من الدواجن في مصر لا يتعدى 11-12 كيلو في السنة. لو بصيت على السعودية مثلا جنبينا 30 كيلو، لو بصيت على الولايات المتحدة الأمريكية 40 كيلو. ما زالت نسبة استهلاك عندنا اللحوم بسيطة وقليلة. هترجع ليه؟ ترجع النهاردة لأن أنا بنتج منتج النهاردة مكلف غالي، أنا بستورد كل حاجة من بره. كل الصناعة تقريبا 99% استيراد من بره. بلد زي أوكرانيا، لو بصيت في الاقتصاد الأوكراني والاقتصاد المصري، لو بصيت في التاريخ الأوكراني والتاريخ المصري، في فروق كبيرة جدا. ورغم ذلك أوكرانيا النهارده بقى تكلفة طن العلف عندهم بمنتج بكام؟ ما يعادل 2000 جنيه. أنا عندي بستورده بيوصل للمربي بحوالي 6,000-7,000 جنيه. هل ده يعقل؟ ثلاث أضعاف. فلما أجي النهارده وده الأساسي في ارتفاع سعر التكلفة في مصر. طبعًا. فطبعًا. طب هل الحل أروح أستورد من أسواق زي البرازيل أو زي أوكرانيا أو زي رومانيا أو بولندا واو الآخر وأسيب صناعة زي هنا بيشتغل فيها أكتر من 3 مليون أو 5 مليون عامل و64 مليار تروح من إيدي؟ 64 مليار جنيه. طبعا 64 مليار ده دي ارقام قبل التعويم، بعد التعويم النهارده بيتكلم ان احنا تخطينا ال 100 مليار جنيه استثمارات. والله يا دكتور لو يعرفوا البره اللي بيحصل، احنا هنا في البرنامج واحنا نقلنا اللي بيحصل صوره من البرازيل، يعني الصوره سوداء بالظبط. وده انا بحييك صراحه على البرنامج اللي انت الحلقه اللي انت قدمتها في مافيا اللحوم والمشاكل واو الاخر، واعتقد ان كان استجابه وزاره الزراعه لبرنامجك كان سريع جدا. العالم كله كان استجابته سريعه. ومش عايز اقول كمان البرازيل نفسهم فتحوا تحقيق كبير جدا وقفلوا مجازر، فكويس جدا. انا يعني عشان كده بقول ان البرامج اللي زي دي هادفه بتهدف لحاجتين، ان انا بنشط الاستثمار الزراعي والحيواني في مصر، اكتفي ذاتيا. انا النهارده لما اكتفي ذاتيا في الانتاج دوت لازم يكون عندي نوع من التوعيه، لازم يكون عندي برامج تلفزيونيه هادفه بدل ما برامج كلها تكلف الطبيخ وفي الاكل وفي شعر في الكوره والكلام ده كله. لكن فين التوعيه؟ فين؟ انا النهارده راجل بشتغل في بيزنس. احنا بدانا البدايه كويس جدا، حطينا الطوبه الاولى واعتقد ان القنوات هتقلدنا ان شاء الله. كويس جدا. لكن انا برضه من خلال برنامجك يا استاذ محمد بقول ما زالت صناعه الدواجن رغم الصعوبات اللي بتمر بيها، وانا اتفق معاك تماما ان صناعه الدواجن في مصر فيها مشاكل للصبح، لن يحلها الحكومه. الحكومه مش هتقدر على حل صناعه الدواجن ابدا. الحكومه موردها محدوده، الحكومه معلوماتها محدوده. بلد 20% منها شركات، 80% من صناعه الدواجن في مصر احنا بننتج تقريبا حوالي مليار فرخه السنة تقريبا متوسطنا، يعني تقريبا يعني اعتقد السنه دي او يعني لو مشينا بنفس المعدل هيبقى مش هننتج تقريبا نصهم السنه دي. ده ليه؟ مشاكل وبائيه كتيره جدا، مرض انفلونزا الطيور ما زال مرض خطير جدا، بيجي المزرعه بيموت 50% و70% و100% بعد ما اصرف ملايين الجنيهات. دي مشكله. مش بس الامراض ده جزء كبير جدا، لكن بتكلم النهارده كمان على تداول الصناعه نفسها. اعتقد من خلال برنامجك برضه بناشد اتحاد منتج الدواجن انه يبدا يزود اعضائه شويه ويبدا يعمل تسهيل في الترخيص ويبدا يعمل تشجيع كمان لمكافحه الامراض. النهارده لو 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 المربي النهارده عنده مصداقيه وبلغ الاتحاد او بلغ الهيئه مثلا بالمرض اللي عنده انفلونزا والدوله شجعته بالنوع من التعويض وليكن تعويض رمزي بس يحس ان في حد واقف جنبه، حد يقدر يساعده، ده اعتقد ان هيكون من احد الحلول الموجوده او تساعدنا في صناعه الدواء. دكتور محمد على ذكر النفوء، نسبه النفوء بتوصل في المزارع ل 40 ل 50 ل 60 واحيانا في الشتاء بتوصل ل 80%، وده سبب رئيسي في الخسائر الضخمه اللي بيتعرض لها المزارعين. لما نيجي حتى نحسب تكلفه الفرخه بتلاقينا بنحط نقول لك 15% نافع، يعني بقت في الحسبه الرئيسيه في صناعه الدواجن هي نسبه النفوء. الاي بي واحد من الامراض الشرسه جدا اللي بتهد في الصناعه مش قادرين نواجهها، وقعدنا 3 سنين بنحارب عشان ندخل لقاحات اللي تقدر تحميها. انا مش فاهم ايه اللي كان بيحصل، ليه 3 سنين سايب الناس لوحدهم؟ الاي بي لما بس لعلم حضرتك اخر 4 سنين عملنا احصائيات احنا كشركه سيف على سبيل المثال وبعض المعاهد البحثيه اللي موجوده في مصر وخارج العالم، مصر تقريبا من كل 10 عينات 7 إلى 8 عينات ايجابي لمرض الاي بي. اتكلمنا مع الهيئه العامه للخدمه البطاريه، شكلت لجان علميه، يا جماعه قال لك لا اصل اللقاح هيخش هيعمل مشاكل اكتر في البلد. طيب الشركات
هم 3-4 شركات في العالم اللي بينتجوا هذا اللقاح. مصر سيفا في مصر سيفا من ضمن الشركات اللي بتنتج هذا اللقاح. خلي سيفاك لقاح سيفاك ايبر. قلنا طب خلاص نسيب البلد سنه او سنتين ونشوف الوضع لو باقي ربما يتحسن. لا، الوضع لو باقي ازداد سوء اكتر. انجلترا عندها كل العطرات الاي بي المغيره، فرنسا عندها، هولندا عندها، دول اكبر 3 بلاد زراعيه في العالم تقريبا. المانيا مسجله وبتداول اللقاحات دي، ما حصلش مشاكل. ليه عندنا؟ لكن في الاخر استجبنا بعد ايه؟ بعد 3-4 سنين زي ما حضرتك بتقول. اتمنى ان شاء الله ان احنا النهارده من خلال الاعلان على لقاح سيفاك ايبرد واللقاح العطره 793 بي للالتهاب الشعبي، ان احنا باذن الله نقدر نساعد صناعه الدواجن في الحد من النافق اللي بينتج نتيجه اصابه الطيور التسمين والبياض. اديني مميزاته يا دكتور بشكل سريع جدا. بص اقول لك حاجه، مميزاته اولا هو مفيش لقاح عامه بيمنع المرض، ولكن اللقاح وظيفته الاساسيه ان انا لما باجي اديك فاكسين او كتحصين للطيور، لما بيخش عند الفيروس المزرعه او تعرض هذا الطيور لاصابه فبيحد من الاصابه. هذا اللقاح سيفاك ايبرد هو العتره بتاعته لما جينا جربناها في مصر من خلال اخر 4-5 شهور في مصر كانت نتائج مبهره جدا جدا جدا. بنسى مشكله الاي بي، ما بيعملليش، المربي بيستعمل هذا اللقاح بيحس ان هو امن، يعني يبدا ينتبه للامراض الاخرى والامراض الاخرى، امراض تانية وبتنتبه لحاجات تانية. بتتكلموا بشكل غامض جدا جوه في الحفله على اسال عن برنامج سيفا الفي اي بي، اكشف لنا ايه البرنامج ده يا دكتور. برنامج الفي اي بي احنا بنحاول نجد علاقه ما بين المربي صاحب مزرعه الدواجن وما بين الطبيب البيطري اللي عنده معمل تشخيص او معمل تحاليل وما بين الشركه. العلاقه دي لابد ان احنا عملنا برنامج اسمه الفي اي بي، انه عباره عن كارت. هذا الكارت بنديه للمربي وبنديه في نفس الوقت للمشرف او الطبيب البيطري اللي عنده معمل تشخيص. فبالتالي انا بشجع المربي ان هو يروح لما يكون عنده مشاكل، بلاش يفتي، بلاش يشخص بنفسه، يروح للمعمل التشخيص متخصص. المعمل المتخصص هيقول له الكارت اهو، هيعمل له التحاليل المناسبه والمطلوبه، والشركه بتتكفل بتكاليف العينات اللي هيبعتها المزرعه. فبالتالي انا بضمن ان اللقاحات حتى اللي بياخدها المربي او البرنامج هي بتتاخد بالطريق المظبوط. المعمل بيديله نصيحة أو ريكومنديشن بوجه محترم. بستعمل آلات حديثة جدا من خلال المعامل المحترمة اللي متعاقد معاها، بتقدر تساعدنا في التشخيص بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت كمان الشركة بتتواصل مع المربي، تعمل له برنامج تثقيفي كمان، وبتدي كمان نوع من العينات المجانية للمربي بشرط أن هي تشجعه على أن هو يهتم ويثقف نفسه ويروح دايما يلجأ للمعامل التشخيصية وللطبيب البيطري، بلاش يستشير غير الناس المتخصصة. فسيفا بتعمل الفي اي بي، بنقول للمربي انت في اي بي بتاعنا، بنقول كمان للدكتور البيطري والطبيب البيطري كمان انت لازم يكون لك دور مهم جدا. احنا بنجيب المربي لغاية عندك كمان تشخص وتبعت النتيجة للمربي، فالمربي يستفيد والشركة تقدر تكون حلقة الوصل ما بين المربي وما بين الدكتور صاحب المعمل او المشرف على المزارع الموجودة. صناعة الدواجن كانت محتاجة لقاحات مرض الاي بي المتغير بصورة عاجلة، وبجد نفسنا خسائر الصناعة تتراجع ونسبة النفوق تقل. وكفاية اقول ان النفوق بيوصل في مزارع الدواجن لحوالي 250 مليون دجاجة سنويا، يعني باختصار بنخسر حوالي 5 مليار جنيه. ولازم نلاقي حل ده لو عايزين الصناعة ترجع تاني لعرشها اللي انهار بداية من عام 2006. دي كانت آخر فقراتنا النهاردة في الجدعان. استنونا بعد رمضان وبجد هتوحشونا، لكن أوعدكم إننا مش هنوقف بحثنا عن جدعان بلدنا. هنقابلهم طوال شهر رمضان وهنصور معاهم، وبعد رمضان هتشوفوا معانا أجدع الجدعان. كان معاكم محمد غانم.